العنقود جبالي المواقف السريعه الهمسي حروب مياه واحد من الغنات واحد من نجاب المياه شاف الخواطر الحجازي حتى اصير ايه الله يضرب خاطره رجل عظيم من بلادنا رجل دولة رجل أدخل الفرح لقلوب الكثير من حجاج بيت الله الحرام كلمة الوزير النائب الأستاذ نهاد المشنوق ليتفضل مشكور حج مبرور أولا للحاجات اسمحوا لي العلماء نبدأ بالحاجات اللي هن أمهاتنا وإخواتنا وأهلنا وأحبائنا وهن البركة بكل بيت وبذات الوقت كلمة الحاج طارق فيها تقوله فيها تجروح هو ما بيعرف إنه دكتور سهيل الله يرحمه كان أعز من أخ ورفيق سنين طويلة وقت كنا أطفال مع فارق العمر الله يرحمه بس نحن تقريبا ربينا سوا لسنوات طويلة سواء على البسطة تحتها أو بعدين بالسرايا سنوات وسنوات وسنوات رح يمر وقت طويل كتير قبل ما يأخذوني على يقولولي إني عم زعل حدا قبل ما يمر بالإدارة اللبنانية شخص على مستوى دكتور سهيل بوجي وخاصة من بيروت اللي ما بيعرف الجهد اللي قام فيه والتعب اللي قام فيه والفهم اللي كان يرجعوا له كل الناس من كل الطوائف ومن كل المراكز وين ما كان موجود كلمته وتفسيره وشرحه واجتهاده هو الأول وهو الملزم لكل الناس هلأ نهال بنته الله يخليها صارت مدام وعندها أولاد بس أنا بتذكر تمام إني كنت حطلع عضني يجيب لها شوكولا شايفها للحجة شايف حطها حضني يجيب لها شوكولا لنهال بقريتم ربنا يعوضنا بكل اللي منفقدون الحقيقة الأصعب والأصعب والأصعب وأصعب بكتير من اللي قلته قبل هو يعني اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري اللي خلق فراغ كبير 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 مهما حاولنا كلنا بدون استثناء انه نعبي هذا الفراغ بصراحة ما رح نقدر لا بشخصيته ولا بطبعه ولا بقدراته ولا بإمكانياته ولا باندفاعه ولا بسهره الليل ووصله الليل بالنهار وهمه البيروتي الأول بالمناسبة اللي مضي على نقل نفوسه على بيروت دكتور سهيل وقت اللي انتقل نفوسه بانتخابات 96 بعدين باعتبارنا ان نحن يعني من اصول بيروتية شيك يا حجي نادر قلت لك حجي هلا خلص حقيقة الواحد ممكن هاي السنة الخامسة او اكتر او اقل اللي بنلتقي بهالمكان وبحس انا فعلا بالبركة وبحس بعيون كل حجي موجودة
بانه فيها الدعاء للمسلمين، لكل المسلمين وللعرب، لكل العرب، وفيها الدعاء لبيروت ولكل منطقة لبنانية، فيها الأكثر وأكثر شكر والتقدير للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين على الجهد والتنظيم والدقة اللي قريت عنه الحقيقة ما سمعت بموسم الحج هذه السنة. والشكر طبعا للحج طارق شيخ جمال واخوانه وكل العلماء واللي ساهموا بهذه، من غير اسم الشركة نسميها الحملة اللبنانية السعودية. كلمة الشركة مش كتير ما كتير بتشبهكم ولا كتير بتشبه الحجات الحجات والحجاج. بس دايما 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 لما بيجي الموسم الحج حس أنا بالراحة، لأنه على الأقل قدرت جرب إني أعمل شيء ولو بالحد الأدنى لتسهيل أمور الناس اللي راح. الحمد لله السنة تسهلت أمور كتير ناس، ربما آلاف اللي حجوا هذه السنة من لبنان، وهذا رقم حقيقة مكرمي من المملكة أكثر ما هو استحقاق عددي للبنان. بس إن شاء الله بيكون اهتمامهم دائما ورعايتهم للبنان، لكل اللبنانيين دون استثناء، هي الأساس بعلاقتنا فيهم، هي الأساس بنظرتهم لألنا. تعرفوا الظروف اللي عم نعيشها، تعرفوا قديش عم نمر بأيام صعبة كلنا سوا. أنا بدي أحكي بموضوعين. الأول بدي أتمنى أنه هالجهد الكبير اللي عم ينشغل بالموضوع الاقتصادي والمالي واللي كلكم عم تتابعوه انه يوصل لنتيجة، بس هذا بده جهد من كل الناس، بده قبول من كل الناس، وبده تعب من كل الناس. وانا بعتقد انه ما رح يكون هين ابدا انه نوصل لنتيجة بالوقت المناسب، لانه كل يوم نسمع خبر سياسي أو مناسبة سياسية أو مشكل سياسي بيعقد لنا الأمور أكثر وأكثر. تسمحوا لي أحكي على كلكم تابعتوا مداولات سياسية وغير السياسية بالأيام العشر الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية. وعم بحكي هون عن ضاحية حسراً، لأنه اللي صار بسوريا من اغتيال الشهيدين يعني هو موضوع خلاف، دور آخر لحزب الله، هو موضوع خلاف بين اللبنانيين. ولكن ما حصل في الضاحية هو خرق إسرائيلي واضح واعتداء. سماء الضاحية ليست سماء مستقلة وليست سماء تخص فريق، هي سماء بيروت والبقاع والشمال والجنوب وسماء كل لبنان، ومسؤوليتها مسؤولية الدولة التي كانت بعيدة أو مبعدة عن الكثير من التفاصيل. الحزب أبلغ الدولة بما يناسبه أن يخبرها لا أكثر ولا أقل، وهذا ابتعاد كبير عن منطق الدولة والمؤسسات ووحدة البلاد، إلا إذا كنا نتحدث لا سمح الله عن سماء مستقلة في الضاحية. يمكن حدا يطلع يقول هذا الكلام تبرير للعدوان. لا، نحن لا نبرر لإسرائيل، لا باسمي الشخصي كنهاد المشنون ولا بالبيئة اللي إلي شرف تمثيلها بالبرلمان، بيئة بيروت اللبنانية العربية. هل هناك مخاطر إسرائيلية؟ نعم. هل هناك مطامع إسرائيلية؟ نعم. هل هناك نوايا عدوانية إسرائيلية مبيتة ومعلنة؟ نعم. لكن هل مسموح لنا أن نتناقش في كيف نواجه إسرائيل
أين ومتى وبأية وسائل وبأي سقف ووفق أي تضحيات محتملة. حاجة استعمال السلاح معين لا يأخذ القرار في جهة واحدة. السلاح ليس عتاد فقط، السلاح هو موقف سياسي وموقف استراتيجي على صلة بتوازنات المنطقة، وهي توازنات دقيقة جدا هذه الأيام. نوع السلاح، حمرة السلاح، مخازن السلاح، هذا قرار تأخذه الدولة اللبنانية وفق محددات واضحة ووفق إدراك واضح للفوائد والمخاطر، ولا يتم تعريض لبنان حينها إلى نتائج غير محسوبة. نسمع أنه في قرارات لمجلس الدفاع الأعلى، وفي حقيقة مجلس الدفاع الأعلى ما له حق يأخذ قرارات، هذا مخالف للدستور. الدستور يقول بأن مجلس الدفاع الأعلى ينفذ قرارات مجلس الوزراء، لذلك استعمال هالتعابير وكأنه اختصار لكل مجلس الوزراء بهيئات أيا كانت أهميتها وأهميات الأشخاص، أهمية الأشخاص اللي مشاركين فيها، ما بيشجع غير على مزيد من خرق الدستور. هيدي على كل حال مش أول مرة، ويمكن ما رح تكون آخر مرة يخرق فيها الدستور، لأنه مش مسموح ولا منطقي ولا مقبول أنه تتحول الدولة بلحظة إلى مجرد قوة إسناد وقانوني وشرعي للقرار المستقل لحزب الله بصراحة ودون مبرر. هناك حدود بين دور الدولة ودور المقاومة، لا يحق لأحد أن يلغي هذه الحدود. كل واحد بيعمل مسؤوليته وبيعمل اللي عليه بالتشاور، بالمشاركة، بالتفاهم، إنما في حدود بين الجهتين. اللي بدي أقوله أكثر إنه ما بيجوز الاستمرار بخرق الدستور تحت أي سبب من الأسباب. أنا هون ما عم بتحدث عن نزاع ولا عن مواجهة ولا عن رغبة بإيقاظ فتنة، أنا بتحدث عن دور الدولة حتى ما نصير مثل الإعلان هذا اللي بيقولوه نوينية الدولة. طيب نحن معروف إنه في نزاع بالمنطقة بين الإيرانيين وبين الأمريكان، ما بعتقد حدا من اللبنانيين طلع وأعلن أنه هو مع المشروع الأمريكي، ولا جهة سياسية تصرفت أن هي مع المشروع الأمريكي، ولكن بالتأكيد نحن لسنا جزءا من المشروع الإيراني، نحن عرب عرب عرب. ما في لزوم ندعي أنه نحن غطاء لحروب نخوضها بالوكالة، لا عن إيران ولا عن غيرها. نحن بهمنا أنه كل الأمور تتم بنطاق المصلحة الوطنية اللبنانية، ولا بيجوز استعمال لبنان ساحة للتهديدات لهذه الجهة وهذيك الجهة وهي الدولة وهذيك الدولة، والآخر بيجوا بيقولوا لك أنه لا نحن راغبين بالتفاهم. تفاهم غير أي أساس إذا كان أنت بدك تتناول كل الناس وتهدد كل الناس وتقول أنه أنا جزء من مشروع الحرب المقبلة. طيب في لبنانيين تانيين سألتهم رأيهم؟ بكل بساطة هيدا بزيد أكتر وأكتر وتبرير ورا تبرير قدام المجتمع الدولي للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. إنه شو المنطق اللي فينا نقوله؟ طيب هدي إلى جواب حدا يعتبرها يعني خارج جوابها بسيط ومحدد، ومش أول مرة أنا أقول
لا ازدهار ولا اقتصاد ولا نمو ولا تقدم كبير، وأكاد أقول إن شاء الله لا نفط ولا غاز من دون الاتفاق الجدي والحاسم على الاستراتيجية الدفاعية اللبنانية التي تعيد للبنان مواصفات الدولة الطبيعية، الدولة الطبيعية بحقوقها وواجباتها، حقوقها في السيادة على أرضها ومقدراتها وواجباتها كدولة مسؤولة أمام النظام الدولي، وليس دولة ساحة أو غرفة عمليات كما هو واقعنا اليوم. سبق وناقشت كتير فخامة الرئيس بهذا الموضوع بمرات متعددة، وبصراحة كان بالبدايات متحمس ومتفهم لهذا المنطق، ولكن بالفترة الأخيرة يعني على قد ما أنا بقدر من موقعي المتواضع كنت إنه كل الأبواب العربية والدولية اللي استمعت لإلي استمعت لهذه وجهة النظر وقالت إنه بدنا نشارك فيها. نحن قادرين ندافع بلادنا، مش محتاجين حدا، لا محتاجين إيرانيين ولا أمريكان ولا غير، ولكن نحن قادرين ندافع عن بلادنا بوجه أي عدوان بتفاهمنا على كيفية الدفاع، بتفاهمنا على أن كلنا يد واحدة في الدفاع، وهذا ما بيتم لا بالإرغام ولا بالإلزام، يتم بالتفاهم على مسألة استراتيجية دفاعية. المدة الأخيرة فخامة الرئيس قال أنه في عوامل طرأت أو إضافات طرأت على موضوع استراتيجية دفاعية وجعلت الآن يعني أصعب من قبل بوضع هذه الاستراتيجية. مع احترامي ومحبتي بده يسمح لنا فخامة الرئيس، لأنه كل يوم في ظرف، كل يوم في طارئ، كل يوم في إضافة، وكل يوم في مشكلة جديد، وكل يوم في عنوان فينا نستعمله ونأجل، ولكن هذا التأجيل ليس في مصلحة لبنان ولا في مصلحة كل اللبنانيين، بالعكس تماما هذا التأجيل حيؤدي أكثر وأكثر وأكثر إلى تراجع الثقة الدولية بلبنان، وتراجع الدفاع الدولي عن لبنان، وتراجع تمسك الدولي والعربي باستقرار لبنان. أنا بدعي باسمي وباسمكم وباسم كل من أمثل فخامة الرئيس وكل القوى السياسية إلى العودة إلى طاولة مباحثات جدية حول استراتيجية دفاعية، وألا منكون عم نروح على مجهول ما منعرف لوين بيوصل. كلكم تعرفوا المنطقة، كلكم تعرفوا أخبار المنطقة، سوريا والعراق واليمن، يعني بكل محل في أزمة وبكل محل في اشتباك. نحن ما لازم نفتش على أي اشتباك، الاشتباك الوحيد اللي كلنا مسؤولين عنه هو رد العدوان الإسرائيلي، ولكن من ضمن استراتيجية واضحة الدولة موجودة فيها، بتقرر فيها، بتشارك فيها، وما حدا بيقدر يدعي ولا لحظة إنه الجيش اللبناني بقيادته الحالية العماد جوزيف عون إلا هو قادر إنه يقاوم وقادر يرد العدوان وقادر يقوم بكل دور يحفظ فيه كل لبنان وكل اللبنانيين. ما توخزوني أخذكم على السياسة بعد الكلام الحلو والصوت الحلو من شيخ سعد ومن إخوانه، هلأ بيرجعوا لكم، واتمنى حج مبرور وسعي مشكور، وإن شاء الله نحن وياكم سنة الجاي أكثر وأكثر، بتزيد البركة وبزيد الحاجات والحجاج، ويعني الله يحفظك ويخليك. أنا حكيت عنها من هون مرة الله يرحمها، المرة يعني الله يرحمها، ما بيقولوا ما بعرف قد ايه صحيح، السادة العلماء يمكن يصلحوا لي، بيقولوا لي انه لما الوالد بتوفى الولد بينضج،
لما الوالدة بتوفى الولد بيتيتم، فأنا رغم عمري الكبير بعدني بتذكر الحجي باعتبار الولد مش باعتبار الرجال الكبير. الله يرحمها ويرحم كل أمواتكم وتدلوا بخير وكل سنة وحشكم أكثر وأكثر بركة ومحبة. الله يحفظكم. شكرا. Thank you.